سيغير لغة الجسد. إيه هي تلك اللغة التي تشمل الحركات والإيحاءات التي يقوم بها المرء عند حديثه، بالإضافة إلى أدق التفاصيل والتعابير على وجهه؟ ومعرفتك كيف تقرأ لغة الجسد عن طريق خبايا وأسرار هذه اللغة سيغير من طريقة عيشك للحظات التي تقضيها مع الآخرين ومن أسلوب تواصلك معهم. سيجعلك ترى العالم من الأعلى وتحس بأنك أكثر ذكاء وصوابا في التصرف مع المواقف، كما سيساعدك على الوصول إلى أصدقاء جدد ورفع نسبة مبيعاتك وتحسين حياتك بشكل لا يصدق. لذلك تعال معنا لتتعرف على بعض الحقائق المتعلقة بقراءة لغة الجسد. أولاً، 55% من التواصل بين الناس يعتمد على لغة الجسد. يعتقد بعضنا أو أغلبنا بشكل خاطئ أن الكلمات والجمل تمثل الجزء الأكبر والأساسي من طرق تواصل الأفراد فيما بينهم، لكن هل تصدق بأن العديد من الأبحاث والدراسات تشير إلى أن الكلمات والجمل لا تمثل سوى 7% من طرق تواصلنا مع عالمنا، بينما يذهب الجزء الأكبر إلى حركاتنا التي تترجم في عقول المتلقين من دون وعي منهم؟ ثانيا، لغة الجسد تختلف من شخص إلى آخر. رغم وجود بعض الإيماءات المتعارف عليها، إلا أن لغة الجسد تختلف من شخص إلى آخر، فكل شخص يمتلك لغته الخاصة، وهي ما يطلق عليها اسم المعيار، وهي ببساطة حالة الشخص الطبيعية التي يكون عليها بعيدا عن أي نوع من الضغط أو الخوف أو القلق والحزن وكل العوامل التي قد تدفعه إلى إخفاء حقيقته أو مشاعر معينة. وتتمثل عملية تحليل لغة الجسد في عملية المقارنة بين باقي سلوكيات الشخص وهذا المعيار الذي نرسمه من خلال معرفتنا بالشخص. أما إن كان الشخص غريبا عنا، فستمر عملية قراءتنا للغة الجسد بمقارنة تصرفات جسمه مع الإيماءات التي نتوقع أن يكون عليها في ذلك الموقف بأخذ الجنس والعوامل الخارجية بعين الاعتبار، ومعرفة ما إذا كانت متطابقة مع كلامه أم أن هناك سرا مشوقا ينتظرك لتكتشفه. ثالثا، التدريب على لغة الجسد لإخفاء الحقيقة. يوجد العديد من المختصين والخبراء النفسيين للتدريب على لغة الجسد، لكن مهما حاول الإنسان أن يتعلمها ليستغلها في صالحه، فإن هذه الأخيرة تبقى لغة حقيقية، لأن بعض المواقف المحرجة تجعل الإنسان يفقد السيطرة المتكلفة على إيماءات جسمه. رابعا، العيون لا تكذب. إيماءات العيون هي أهم ما يعتمد عليه الخبراء في قراءة لغة الجسد، ذلك لأنه يصعب التحكم فيها إراديا عند التقاء الأعين بشكل مباشر. ومن أهم إيحاءات العينين، إذا اتسع بؤبؤ العين فذلك يدل على سعادة الشخص بما سمعه، والعكس صحيح، إذا اتجه بصر الشخص إلى يمينه يعني يسارك أنت أثناء حدثه، فذلك يوحي بصدقه فيما يقول، بتذكره لأقوال وأفعال أو مشاعر محددة. إذا اتجه بصر الشخص الذي تحاوره أو تشاهده إلى يساره يعني يمينك أنت، فاعلم أنه غير صادق فيما يقوله. أما إذا اتجه بصره إلى اليسار محدقا بالأرض، فاعلم أنه يحاور نفسه. كما أن النظر في العينين بشكل مباشر أثناء المصافحة يدل على ثقة واحترامك للشخص الذي يقف أمامك. خامسا، مشيتك تعكس شخصيتك. مدى الخطوات، انتصاب القامة، تحريك الكتفين ورفع الرأس عند المشي، كلها علامات تدل على القوة والثقة والعظمة والجاذبية في شخصيتك، لذلك حاول أن تكسو مشيتك بها. سادسا، فرك الأصابع علامة تدل على عدم الراحة. إذا كنت تحاور شخصا ولاحظت بأنه يفرك أصابعه أو يشبكها، فاعلم بأنه غير مرتاح أو متوتر لأي سبب من الأسباب، وقيامه بهذه الحركة التي تسمى في علم النفس بالملامسة الذاتية للحصول على بعض الراحة. أما إقدامك على هذه الحركة فهو دليل على ارتباكك، ويجب عليك تجنبها في المواقف التي تتطلب الثقة بالنفس.
سابعا التراجع إلى الخلف بسرعة من بعد الانتهاء من الكلام دليل على الكذب. إذا تراجع شخص إلى الوراء قليلا بعد إخبارك بحقيقة ما فاعلم أنه كذب عليك. هو يحاول من خلال تراجعه للوراء الهروب من كذبته. ثامنا ماذا قد يعني انحناء الرأس في لغة الجسد؟ في لغة الجسد يعد انحناء الرأس قليلا علامة من علامات المهمة في العلاقات الحميمة بين الأفراد، فهو يدل على الخجل والاحترام. أما إن كان مصحوبا بابتسامة أو ضحكة فهو يدل على الراحة والمزاح. تاسعا حك الشخص لعينيه عند حديثك إليه دليل على عدم اتفاقه التام معك. إذا كنت تحاور شخصا ورأيته يحك إحدى عينيه متجها بنظره بعيدا عنك فاعلم أنه ليس على اتفاق معك، وينتظر اللحظة التي تنهي فيها كلامك بفارغ الصبر. عاشرا حك الأذن الأنف أو الذقن مع عبارة لقد فهمتك دليل على عدم الفهم. إذا كنت تشرح فكرة معينة ولاحظت أن الشخص الذي تحاوره يحك أنفه أو أذنه أو ذقنه مع تحريك رأسه نحو الأسفل أو الأعلى موحيا بأنه فهم ما تقصده فاعلم بأنه لم يفهم شيئا مما قلته. 11 تغطية الأعضاء عند الجلوس دليل على عدم الثقة بالنفس. نجد بأن بعض الأشخاص يميلون إلى وضع حقائبهم أو قبعاتهم لتغطية أعضائهم عند الجلوس، وهذا يوحي بعدم ثقة الشخص بنفسه أو عدم رضاه على جسمه. 12 لغة اليدين أثناء التحاور. نستعمل اليدين بكثرة أثناء الحوار، ومن أهم إيماءات لغة اليدين وضع الشخص لأحد يديه على رقبته أثناء الحوار دليل على أن الحوار مفتوح وبأنه بدأ فعلا في التخلي عن موقفه والاقتناع بكلامك. تقاطع الذراعين يكون دالا على نفوذ الشخص وثقته بنفسه وموقفه. أما إن كان الشخص مكتئبا غير مبالي بما سيحدث ستجد بأنه يضع يديه في جيبه مع طأطأة الرأس، وقد يدل هذا أحيانا على الندم. 13 لغة الجسد سر التاجر الناجح. لاقتناء نفس السلعة نجد بأن كل واحد منا يحب تاجرا معينا ويحترمه، وهذا لأن لغة جسده جيدة بالشكل الكافي لجعله يقترب من الزبون. فالتاجر الذي يتمتع بإيماءات تدل على ثقته بمنتجه تجعل الزبون من دون وعي منه أكثر اطمئنانا له. وقد أثبتت الدراسات أن أغلبية الساحقة من الناس لا يقومون بالشراء بناء على المنتج فقط، وإنما بناء على نسبة شعورهم تجاه البائع كذلك. وأخيرا بعد اطلاعك على هذه الحقائق لا شك بأنك مدرك لأهمية التواصل الحقيقي بين الأفراد، وعلى علم بأن بعض السلوكيات البسيطة قادرة على أن تكسو حياتك بأجمل الألوان. تعلم لغة الجسد، هذب لغة جسدك، استعملها في صالحك، واستمتع بالاستماع للأجساد المحيطة بك.